بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في تكملة لبرنامج دقيقة قدرات. نكمل معا لشرح تجميعات المحوسب 85 نموذج واللي شرحناها في هذا الكتاب الجديد. من هنا نبدأ القدرات المستوى المتقدم رقم 6 مع السؤال الأول على النسبة المئوية. بيقول هنا: إذا كان ما مع تاجر 5200 ريال ومقدار ربحه 40%، فما مقدار ما معه بعد الربح؟ المبلغ كامل 5200 ريال. قلنا في استراتيجية هنا سهلة اسمها استراتيجية 10%، ان اخذ هذا العدد واوخر منه صفر، هذا يعطينا 10%. يبقى 10% تعطينا 520 ريال، اضربها في 4 كده يعطينا 40%. اضع الصفر والاربعة في 2 ب8 والاربعة في 5 ب20، يبقى كده 40% مقدارهم 2080 ريال. اخد المبلغ الاصلي اللي هو 5200 واجمع عليه 2080، يعطينا المبلغ كامل. هنا 0، هنا 8، هنا 2، هنا 7، يبقى مقدار المبلغ من بعد الربح هيكون 7280 ريال، واختار باء. نقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال الهام من كل التجميعات. بيقول هنا: وليد لديه ابنان احمد واياد، اذا اعطى احمد اياد 40 ريال وصرف اياد 30 ريال فاصبح ما معهما متساوي، فما الفرق بين المصروفين؟ بطريقة سهلة تعال هنا نقول احمد الف وهنا دال هو اياد. بيقول هنا: اعطى احمد اياد 40، يبقى هنا الف ناقص 40. اياد اخذ 40 من احمد وهو صرف ايه؟ وصرف 30، كده اصبح ما معهما متساوي. اضع هنا المساواة بهذا الشكل، ان الاربعين هنا من الطرف اليمين الى الطرف اليسار بإشارة مخالفة، والدال اجيبها مع مين؟ مع احمد. يبقى اصبحت المعادلة الف ناقص دال هيساوي 40 زائد 40 ناقص 30. هنا الف ناقص دال اللي هو فرق المصروفين، هنا 40 و40 80 ناقص 30 هيعطينا 50، كده هيكون الفرق بينهم 50، واختار جيم. مع هذا السؤال الهام جدا بيقول هنا: قاعة سعر تأجيرها 2000 ريال بالإضافة إلى 50 ريال لكل شخص يحضر، وقاعة أخرى سعر تأجيرها 1000 ريال بالإضافة إلى 100 ريال لكل شخص يحضر، بعد كم مدعو سيتساوى مبلغ الدخل للقاعتين في اليوم؟ نلخص السؤال: القاعة الأولى ثمنها 2000 ريال وبتاخد 50 ريال على كل شخص، القاعة الثانية ثمنها 1000 ريال فقط وبتاخد 100 ريال على كل شخص يحضر، متى سيتساوى الاثنين مع بعض؟ هذا السؤال بيشبه من المسألة اللي بتقول هو زمن ايه؟ زمن اللحاق. كنا بنعمل ايه في زمن اللحاق؟ كنا بطرح الآن السعرين، هنا 2000 أنقص منها الألف اللي هو فرق الايه؟ فرق السعرين من بعض، وهنا 100 أطرح منها الكام؟ 50. طبعا هنا 2000 ناقص 1000 هيعطينا 1000 ريال، ومية ناقص 50 هيعطينا 50. اعمل عملية تبسيط، اشيل الصفر هذا مع الصفر هذا، وهنا 100 على 5 هيعطينا 20. يعني بعد 20 شخص يدخل القاعة سيتساوى مبلغ القاعة الاولى مع مبلغ القاعة الثانية، وبكده اختار دال.